ابو عيد. أول مرة إحنا متأذين من النفط هذا الدخان. هذا الدخان أذى الناس، سبب عندنا أمراض هواية، أمراض السرطان. أنا من الناس اللي حاجيكم، عندي مرت أخوي تمرضت وصابت بمرض السرطان وما خلينا مستشفيات، يعني نعاني. هسه إحنا لا عندنا من دون القرى مالتنا لا مركز صحي، لا أكو صحة ولا أكو عنايات ولا أكو فتشي يطلع ويشوف المزاج إيش بيه ما بيه. هذا النفط والدخان هذا علينا وأذانا بصورة عامة، يعني مو كل الناس، وكثرة الأمراض السرطان عندنا في هذا هاي المنطقة. فإحنا نقص عندنا هواي، لا مدارس لا مستشفيات لا مركز صحي لا فتشي، لا ناس تطلع علينا وتشوفنا وتشوف شنو اللي العنايات اللي إحنا نحتاجها. فإحنا مثل ما تقول مظلومين. هسه هذا الماي وقت موسم، يعني موسم هذا الموسم احنا نعاني منه، مرات شغلونا من حاله واحده ماكينه ومرات يخلي الناس يقتلها العطش. قلنا لهم بويا ماكينه واحده خليها تستمر علينا، خلي الناس تشرب ماي عاد. وهسه موكت زراعه والناس هاجرت الريف، هي الريف الناس قبل تسولف عنها يقول الريف هي المركزيه، يعني هسه الريف هاجرت من الريف راحت للمدينه. لا حلال بقى لا فتشي، الكيمياوي غلوا علينا هاي الشركات، ما نعرف يعني شنو هاي الحكومة إلى مين وين نوصل وياها ما ندري. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. شو نسوي؟ بس إحنا نطلبه ونريده خلي يطلعون على المنطقة ويشوفونها ويشوفون المعاناة اللي بيها، كثرة الأمراض، كثرة أمراض السرطان وغير أمراض السرطان، موت فجأة، قضايا هواي قاعدة تصير عندنا، وإحنا هذا الدخان هاي الشعلة إلها علاج ما عالجوها، وعندنا قضايا هواي، تعيين ماكو، قضايا مشاريع ماكو، تبليط هذا مشمولين بيه صرنا ما أدري كم سنة، قالوا لنا نبلط لكم هاي النزلات وما بلطوها، أطفالنا تعاني المدارس البعيدة. الناحية بالنسبة لها ليس فيها أي خدمات سوى مستوصف صحي بسيط من الناحية الصحية، مستوصف صحي بسيط، يعني حتى العلاجات قليلة الموجودة داخل المستوصف الصحي قليلة، والمستوصف يعني فقط صباحا، يعني لا يعالج الأمراض المستعصية والأمراض الخبيثة، يعني مجرد مستوصف بسيط. يعني نطالب بناء مستشفى لأن المنطقة كبيرة وفيها أكثر من 22,000 نسمة وهي تعاني الإهمال، وقد لاحظتم أن الشوارع يعني لا, 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 لا يوجد لدينا حتى طريق، هذا البسيط الطريق ليس معبد بصورة صحيحة، و يعني نعاني. المريض عندما يمرض وتستاء حالته يعني بصعوبة، خاصة في الشتاء والأمطار والبرد. أنا طالب أن ينظرون لنا بعين العطف والأبوة بأن يساعدونا، خصوصا أمراض السرطان والمنطقة فيها حقن نفطي كبير ويدر الأرباح الكثيرة. المفروض يعني منطقتنا هسه يقدموا لها خدمات ولها حصة من هاي البترودولار مثل ما وعدونا، لكن كل شيء لا يوجد، لا يوجد شيء. الجو طبعا ملوث، الجو ملوث. احنا فرحانين هسه بهاي المطره، هاي المطره اللي ذاك اليوم شويه نزلت التراب عنا وسوت قضايا عندنا. والله جو متلوث متلوث، جو متلوث بواسطه النفط، والنفط مثل ما تقول شر علينا وخير لغيرنا. ليش احنا ما ناخذ خير منه ويغطون الناس ويعينوها ويطوها فتشي ويعالجوها؟ ما يعالجوها ولا انطوها فتشي، يعني الناس مظلومه.
مع كل الأسف، مع كل الأسف الناس مظلومة ما سووا لنا كل شيء. يعني ونرجع ونقول مثل هسه هي المفروض على الشركة هاي تبلطنا الشوارع وتعانينا وما اجت، حتى الحسينية اللي هي مسؤولة عنها ما لها شغل بالمزاق نهائيا. الماي متلوث كله متلوث، كثرة الكولر هنا عندنا ناس تمرضت تشرب ماي من هذه الماي الوساخة وكذا وغيرها، ما حد طلع وشاف وعانى. اسالات ماكو ماي، مرات يوشل الروح صدر المزاق عشتنا وقاف نقول لهم بويا شغلونا نحالة واحدة خلنا نشرب ماي، ما يعانون ليش. وبعد على الله يعني الأخبار اللي تتداول واللي تتناقل واللي نسمعها من المختصين بأن يقول أكو تلوث بيئي موجود من هاي الشعلة وهذا الدخان اللي يخرج من الآبار النفطية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هاي التقارير تثبت بأن عندي مريض يعاني من مرض السرطان، مرض خبيث، مرض سرطان العقد اللمفاوية، وقد تعبنا كثيرا ولا ليس لدينا المال والقدرة على أن نشتري العلاج. يعني ماذا أقول؟ يعني إحنا في حال صعب، في حال وضع صعب، حالة مأساوية. يعني ليس لدينا القدرة على شراء العلاج، المريض يموت إذا ماكو لا يوجد علاج، يموت المريض. يعني إحنا لا نملك المال وليس لدينا القدرة على شراء العلاج، علاج غالي، أسعاره مرتفعة. فنطالب من المختصين أن ينظروا لنا بعين الأبوة وعين العطف. والله أنا عندي والدتي عندها سرطان وحتى قصيت ثدي بالليل، عندي جهال حتى صارت يعني عندهم تحسسات، صار عندهم بالليل ما نقدر ننام. هسه بالنهار يعني زين شوية، إحنا نقول زين، بس بالليل ما نقدر ننام، الله شاهد. رياح ما تعرف إيش، ما تعرف يعني يا هن ناشدة يا هن نروح له، ما نعرف يا هن نروح له يا هن نشتكي عنده، نشتكي بس عند الله سبحانه وتعالى. حتى جهال عدة تمرضت عندنا حجيه والله كل شيء ما بيها، يعني صار عندها سرطان ويدري بها لساته يصير. والله بعد ما يعني غير اكو دوله واكو بيئه تجينا، اكو واحد يسالنا، احنا نريد واحد يسالنا. هسه لاول مره انتم تلتقون بينا، لاول مره هاي صار هنا. انا من 2008 ولحد الان ما اكو واحد التقى بي بالعابار، لا اكو افاده بالشغل، لا اكو افاده، بس الرياح والاوساخ علينا هاي. والله ماكو، احنا هسه هذول هنا يعني ايش قد ما ادري ماكو لا شغل عمل، يعني يجون من البصره، من الناصريه، من مال بغداد، من مكان يجون يشتغلون، احنا عمل ماكو، قاعدين هنا نشتغل عماله يوم نطلع وعشره ماكو. هالكاتن نشوف اشوف يعني هسه هاي المن ننقل معاناتنا، يا نروح له يا نمشي لي. والله حيوانات، انا اقول لك حيوانات ما عندنا، انهيناها وراحت. يعني تمرضت ايش تاكل؟ ما هي متمرضه تاكل، يعني شايف شلون واحد يعني مخلي له شيء صخام، شو مخلي هذا الاكل مالته كله صخام؟ ايش تاكل حيوانات؟ انا عندي كان حيوانات انتهن واحده برا الثانيه وماتن، امراض صارت به ما اعرف يعني ايش ما خليت لا دكاتره خليت عليه لا بيطاره ما خليت عليه، راحن ماتن والله خلصنا من عندهم. ولا واحد سألنا لأول مرة أنت بتجون علينا، ولا واحد يعني مر علينا هاي عندنا هسه سلاك مال الكهرباء، إحنا ساحبين على حسابنا، إحنا ساحبين على حسابنا، ويومية واير مقطوع، وإحنا المن تروح يا تشتكي؟ لا عندنا مثلا المختار، تروح للمختار يقول لي باكر عقبة، وين تروح؟
والله كلها سانة يعني عندها زوجتي يعني ذيك اياها بالليل الليل كله ما تنام يعني عائله عنده ما تنام هذا جاهل باعه بالليل ما ينام بالليل هسه بالنهار زين بس بالليل المصيبه ما اعرف يشعلون ازيد اكو شغله غير شغله ما نعرف بس بالنهار احنا هسه عاديه احتياده اكو دخان بس احنا متحملينه بس بالليل ما نقدر بالليل يعني تختنق حتى بعض الله شاهد بعض مرات المبرده جاي نطفيها ما ترهم ان شاء الله تطلع برا ما ترهم ان شاء الله والدي توفى بسرطان بسبب الشعلة النفطية طبعا مو بس والدي أكثر المنطقة مضررة بسبب النفط وهو ناشدني بس ماكو نتيجة يعني هو ناشدنا ماكو نتيجة ماكو مسؤول راد علينا التقارير الطبية هاي تثبت هو متوفى بسرطان سرطان بالرئة والكلى حاولنا طالبنا بس ماكو نتيجة يعني ماكو مسؤول رد علينا والله هو بسبب النفط يعني كلها ضررات الحيوانات والبشر يعني مو بس البشر يعني الأراضي الصالحة للزراعة هم تأثرت وأمراض طبت لنا يعني ما نعرفها شنو أمراض يعني ماكو ما مشخصة بالطب يعني أصلا تاخذ مريض للطبيب ما يعرف شنو سبب المرض وما يعرف اسم المرض شنو بسبب التلوث مال النفط شاني سابقا أشتغل بالأبراج الحفر شركة صينية شركة الأحدم وبال 2017 صارت عند هاي الحالة اختناق المهم راجعت بالكويت راجعت البغداد طلع عندي غدد لنفاوية سويت عملية جراحية ببغداد أخذوا من عدن عينة فطلع عند النسام مات الغدد وضربت كيماوي 12 جرعة هذا الحكي بال 2017 أنا بوقتها أداوم بالشركة حتى بوقتها يمكن نطونا إجازة شهر تقريبا المهم ضربت كيمياء بال 2017 وراجعت دزيون الإيران طهران سويت فحوصات هذا المهم كلها هاي من عدة هاي الخسائر والش اسمه تقريبا كانت لها 5 مليون المصاريف المهم فهسه بال 2021 هم تكررت هاي الحالة نفس السابقة نفس ال 2017 واحنا تعرف هذا قريبين على الحقل الأحدب النفطي وهاي الدخان والشعلة هاي مستعلة غريبة علينا فهاي حالة ثانية اللي صارت وياي من 2017 ولحد الآن هاي قريب تقريبا يعني تقريبا هسه يعني نص كيلو تقريبا عن بيتنا نص كيلو البعد مالته نص كيلو وهاي اوراقه كلها تقارير موجوده عنده وعنده حتى كتاب من بغداد مستشفى اليرموك
من الكره جبت كتاب الصحة تواسط وكل شيء ماكو، يعني لا اجانا احد لا شيء مثلا سأل علينا. والله استاذ هاي اذا بالرياح اذا الجو صافن يعني ماكو رياح هذا يعني بالبيت ما تقدر تقعد من الريحه مال الدخان مال الشعله، ما ينفتح حتى يدخل البيت يعني هاي الريحه وين شو تسد من عتها مال. هذه الاستضافه اللي اجت تنقل معاناتنا معاناه هذه المنطقه من امراض واوبئه اللي يسببها حقل الاحدب النفطي. اول شيء هاي المنطقه تتكون تقريبا من 17 قريه وكل قريه تحتوي على 400 بيت الى اقل قريه 200 بيت. تقريبا ما يقارب عدد سكانها 21 الف حسب التعداد السكاني للمركز الصحي اللي متواجد بداخل قضاء الفدك اللي تسمى هي ناحيه فدك العفو تقريبا 21 نسمه. هاي ال 21 نسمه تقريبا 2% 1% 3% كحد اعلى تعاني من الامراض والاوبئه اللي تبعثها الغازات من شركه الاحدب. وكذلك الغازات اللي تنحدر او تنزل تحت سطح قريبه تكون من المنازل السكنيه، رغم انه ارتفاع الشعله يكون عالي لكن الغازات تكون منخفضه وتختنق كثير من الاهالي. والله تقريبا اكثر من الحالات اللي تقريبا اكثر من الحاله اللي تسفرت برا اللي تركيا، ماليزيا، بريطانيا، كثير من الدول اللي تسفرت هناك، هاي الحالات يبقون انه بالمعالجه انه يبقى 15 يوم يغسلون بالمناطق اللي تنفتح بها العمليه. نسالهم يابا ليش انه هاي تتاخر العمليه؟ يقول هاي اكو انبعاثات واشعه غازيه منطبقه على الجسم، لازم تنغسل يلا بعدين تصير العمليات. وحتى اللوبة اللي يجونا وضيوف ووافدين ويجون يقعون بامراض ويروحون يسوون عمليات خارج القطر كذلك نفس المعاناة، اللي يجي يوم واللي يجي ساعة واللي يجي ساكن هنا نفس المعاناة اللي يعانيها. فاحنا نطالب من الجهات المسؤولة من دائرة بيئة واسط انه تجي توضع حل، واكثر من المناشدات اللي اجت المنطقة وناشدت وعانت وراحت الحكومات سابقة وحكومات حالية وحكومات لاحقة راح تجي همين وهم راح ونفس نفس المشكلة راح تبقى. فبجهود الخيرين اليوم وجهة تصويركم انه ننطي انه نقول للسادة المسؤولين او المدير الحقل الاحدب انه هذا لازم ينكبس الغاز او يصير له فد معالجات حتى تخلص هاي المنطقة وتخلص 17000 نسمة من الامراض السرطانية او المسرطنة. كذلك يأثر على الاستيعاب، كذلك يأثر على الاجيال اللي راح تجي، كذلك يأثر على الاطفال اللي الحديثي الولادة اللي يعانون من تشوهات خلقية. كذلك موجودة تقارير واعداد احصائية موجودة عند الاخ ممثل المنطقة تيسير حذر.
نحن أبناء قضاء الأحرار منطقة المزاق، يعني سبق وأن ناشدنا عدة جهات بخصوص الحالات المرضية اللي بدأت تزداد بسبب الغازات المنبعثة من الشعلات الغازية اللي تابعة إلى حقل الأحدب النفطي. طبعا ناشدنا عدة جهات حكومية، منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية أيضا، قنوات طلعت ولكن دون جدوى. الآن الحالات المنتشرة في هذه المنطقة هي حالات سرطانية مستعصية طبعا، وكو حالات تشوهات وحالات الصدفية المزمنة وتمزق العيون. اليوم الأهالي بدأت تتذمر من تواجد حقل الأحدب النفطي وعدم معالجة الشعلات الغازية بالفلاتر، رغم المناشدات المستمرة إلى الجهات ذات العلاقة. لذا نحن أبناء المنطقة نناشد ونطالب بمقابلة رئيس الوزراء حصرا طبعا، لأن ناشدنا الحكومة المحلية، ناشدنا قيمقام قضاء الأحرار، أيضا الجهات اللي تابعة لشركة حقل الأحدب النفطي، بالإضافة إلى المؤسسات الصحية والبيئية، ولكن دون جدوى ودون أي معالجة. بالنسبة للخدمات، الخدمات يعني معدومة تماما. بعض مرات يكون أكو مشاريع لما تيجي على المنافع الاجتماعية اللي هي تخص حقل الأحدب النفطي. بالنسبة لمنطقة المزاق ولكونها منطقة ريفية، ممكن أن يكون مشروع، والمشروع حاليا هو المركز الصحي. نعم أكو بنى تحتية للمركز الصحي، ولكن الخدمات اللي الصحية ما متوفرة بذيك الخدمات، يعني كأجهزة طبية، كأدوية للحالات اللي هي تحتاج فعلا. ممكن أكو حالات بسيطة تتعالج بهذا المركز. بالنسبة للمؤسسات التربوية، خلينا نقول على المدارس، المدارس أكو مدرسة أو مدرستين ممكن تشيدت من قبل شركة حقل الأحدب، وقبل فترة بعد الضجة وبعد التظاهرات من الأهالي بعدم توفر مقاعد الجلوس، يعني تبرعت الشركة بعدد من الرحلات. أيضا بالنسبة للشعلات، الشعلات الغازية في الجو يعني الصبح أو الظهر العصر، الجو المكشوف خلينا نقول، تكون شعلتين، بعد 12 بالليل تكون أربعة على مود لا تتصور. لأن يعني هم عرفوا بأن إحنا جاي نجيب قنوات ونجيب جهات معنية على مود توصل صوت هاي الأهالي، ولكن بال 12 بالليل تبدي أربع شعلات. الأربع شعلات يعني التسمم اللي موجود عندنا، حالات قبل شوية يمكن صورتوا حضراتكم، أكو عندنا أربع حالات أو خمسة اللي هي بنفس هذه القرية، خلي مو نقول المنطقة، توفوا، بالإضافة إلى عدد الحالات اللي تزاد من قرية حوار على مركز قضاء الأحرار وبالتالي إلى اليوسفية. عندنا الحالات اللي توفت، يعني أنا كنت جاردها قبل عامين، عندنا 500 حالة بين حالة مرضية وحالة وفيات. الآن زاد العدد أكثر، وبالتالي الحالات السرطانية توفوا أكو بهم طبعا أعمار مختلفة، الأعمار اللي هو مثل عمر 10 سنوات، عمر 15 سنة، عمر 60، عمر 50. المهم هي طبعا رغم مناشدتنا ورفعنا دعوة سابقا وحكمة المحكمة الأحرار بالضد من عندنا، وبالتالي محكمة الاستئناف أيضا حكمت بالضد من عندنا لعدم ثبوت الأدلة، ولكن هناك تقرير طبي يثبت موجود عندي لأحد المصابات في قرية حوار، بأن والتقرير صادر من مستشفى النعمانية، بأن مصابة بالعجز جهاز التنفسي بسبب انبعاث الغازات السامة، وبحاجة إلى تعويض مادي ونفسي. احنا هاي القرية مالتنا تعاني من الدخان اللي ينبعث من حقل الأحدب النفطي، وهو الإصابة بأمراض سرطانية
وسببها نفس هاي القرية، هي كل المنطقة متضررة، ولكن هاي القرية والله أكثر من 6 إصابات، والست إصابات كلهم ما شافة منهم ولا واحد، كلهم ماتوا للنجف قبل. فإحنا من خلالكم الناشد الجهات المختصة والمعنية بهذا السبب اللي يضرر الناس، إنه تفلتر أو تحجم أو شو تسوي بحيث إنه تنقذنا من هذه المشكلة اللي ما تصير لها كل حل يعني. والأضرار هواية، بس إحنا بالنسبة إن الدخان يعني السبب الرئيسي اللي هو يسوي هاي الإصابات عندنا، وحسب اتجاه الريح يعني كل المنطقة متأثرة. الأحرار إذا صار الهواء نقول شرجي باللهجة مالتنا تتضرر الناحية، يصير الهواء شمال تتضرر منطقتنا المزاق وما يتبعها. فإحنا متضررين، ونريد من الجهات المعنية والناشدها أنه تسوي لنا حل، وصورة حل يعني سريعة، لأنه البشر يعني شنو ما تقلي، وما شاء الله على الظروف الاقتصادية من بذات الله تحت الصفر، واللي انصاب بهذا المرض بعد نهائيا ما يصير له شارة، هم هلا يطيحون وهم هو يروح، ما مو مرض يعني ما يشاف. زين يشهد الله أنا من الناس 3 مرات للخارج، وهسه على الصفر وكل الشهاوة تعليم مات المريض وراح. فإحنا من خلالكم الناشد الجهات المعنية سوينا صورة حل. زوجتي وبن عمي وبن عم الثاني وبن عم الثالث وبن عمي الرابع وابني وكلهم هذول، إحنا بالنسبة لقريتنا غارية وللزلمة واحد، وهسا بينا 100 بيت كلها تعاني من هاي المشكلة يعني. وشوفونا شارع من خلالكم الناشد، من خلال قناتكم الموقرة الناشد الجهات المعنية سوينا صورة حل. رياح مو إذا جت منخفضة والله العظيم أنت حتى يعني تنصاب بالأغمام، مو طبيعي يصير الهواء بس غاز، تتنفس بس غاز، وهو السبب يعني الغاز هو سام. احنا هسه كنا بالجيش يعني يسوون لنا هيك مال شغله تدريب، يفتحون علينا غاز شوي يجيبون جهاز الاشعار يظل يصيح. انت هسه خلي يصير الرياح شويه منخفضه تجيب جهاز، وطلعت علينا بالمناسبه طلعت البيئه ولقتنا 96 الجو مالنا متلوث، والله 96 والتقرير عندهم بس ضامين هم، لان لو يردون ينشروه يمكن تلحقهم محاسبه اذا اكو واحد يحاسب. زين تعويض مثل ايش يعني؟ تعويض عن الضحايا لو تعويض عن ايش؟ لا والله لا والله لا علاجات ولا عن الضحايا، هم هسه عنا راضين بتعويض ما ينطوا، عنا راضين اللي يستغلوها بسبب عملهم ما ينطوا. أما بالنسبة لحرام ولا واحد يعرفك ولا واحد ينشد عليك. بالبيت والله احنا بالنسبة لنا الامراض هاي كلها من هاي الحقل النفطي مال الاحدب، لان انا بالنسبة لي بيت واحد عندي 4 اصابات، عندي بنية هاي جنة واخوها صغير وعندي اخوي وانا نفس الحالة هم عندي قالون مزمين، كلها من هاي الغازات النفطية اللي تطلع علينا من الاحدب. زين وما يجينا مسؤول مثلا ويسألنا ليش، وامراض هواية يعني مو بس هاي، انا ببيت واحد اقول لك 4 حالات، يجوز اكو بيت بيه 5، هاي شغلات يعني امراض هواية تطلع وما لها علاج يعني ما معروف علاجها. يعني بالنسبة لهاي بتبني
الدكاترة تسودنوا من شافوه قالوا عمه هذا ما موجود عندنا هذا المرض. هو حالته منين؟ من الغازات النفطية هاي. وأنا هم قلت لكم قبل سابقا قلت لكم اطلع بالليل الساعة بثنتين وشوف الريحة، الريحة الطالعة من الحقل هذا النفطي، وكل أمراض هذا الله وكيلك. وناس هنا هم ناس يعني على برود تلقاع مثل ما يقول هذا مثل جاعد على برود تلقاع، ما عندها الناس. يعني أنا من الناس هسه عندي قالون ها، يعني راد لكل خمسة أيام لازم يجيب علاج، وعلاجي تقريبا بخمسة وعشرين، وأنا موظف عقيد بإسالة مال ماي يحسبوا لي 220,000. وتدري ايش صار لي عقد؟ صار لي 19 سنة، 19 سنة أنا عقد وآخذ 220. زين، ولأنها وهم يعني يعرفون هالشغلة بس يدارون عليها، ما يحققون الشيء اللي يريده المواطن. نعم، كان عندنا يعني المحامي من بغداد، والمحامي جاء الاتصال يعني من شخص وسيط يعتبر نفسه بأن احنا تجي انت والمتبني لهذه الحالات او هذه الدعوة واحنا نتفاوض وياك، وبالتالي عرضوا عليه بيتين بشارع فلسطين. طبعا متحرين على المحامي بأن يسكن بشارع فلسطين ويسكن في بيت آجار هو، قالوا له احنا نعرفك وانت دكتور بالقانون وجابك على هذه القضية، فممكن انت تختار المنازل اللي تريدها بشارع فلسطين، وبالتالي احنا وهذا هو في نفس اللحظة اتصل علي يريد ياخذ رأيي يشوف موقفي من هذا. كان موقفي هو الرفض، لان يعني اني يعني صاحب مسؤولية ومؤتمن على حياة ناس، فكيف أنا أقبل بالمساومة؟ أيضا هناك عدة مساومات، وبالتالي حتى أحد الأشخاص يعني اتصل علي قال لي تجينا لداخل الشركة، وبالتالي إحنا راح نشوف أنت اللي تريده شنو، تخلى عن الأهالي ما لك علاقة. وأنا أريد يعني حتى عندي ملفات فساد على شركة حقل الأحدب موجودة، كيف انفصل مدير الشركة وبعدين رجع، وعليمن وليش انفصل وشنه السبب، ما يعني هاي قضايا كثير. هو حقل الأحدب عبارة عن بؤرة فساد، يعني الأهالي ما مستفيدة من عدة. والدليل على ذلك هسا نشوف الآبار اللي موجودة بالأراضي الزراعية، هذا البير يعني مساحته خلينا نقول 6 دوانم أو 7، بالتالي حتى المواشي اللي ترعى بالقرب من هذا البير يعني حسب المتخصصين والأساتذة اللي جبناهم وأصحاب الشأن بأن هذه الماشية اللي موجودة أو الحيوان اللي يرعى بالقرب من البير هذا بعد ما يصلح الذبحة ولا ينوكل، لأن يعني هذا الجسمة أو اللحمة تسمم. ايضا اكو لوحة الشركة الصينية وضعوها على كل بير بان هذا البير لا تتقرب من عنده، يعني حسب ترجمتهم لا تتقرب من عنده لان يحتوي على مواد سامة. فكيف احنا اليوم نشوف اخواننا وابنائنا اللي هم الحراس والعاملين اللي موجودين، وبالتالي حتى ضمانات صحية ما جات توفر، تروح تقول له يابا انت موفر لهم ضمان صحي؟ هسه هاي اقرب يعني اقل شيء لازم هو يقدمه للعامل او للحارس اللي موجود، يقول لك ايه انا موجود هاي. هو لازم كل 3 اشهر او كل 6 اشهر، هو كل 3 سنوات يسوي تقرير، يدز لقاح معين، يعني يدز له فد مجموعه المستشفى الكرامه يسوي لهم لقاح ويحتفظ بهذا. من يشوف اكو جهه تجي لهذا الشركة وتبحث عن سجل اللقاحات، من يومهم هم بكيفهم يزورون التاريخ أو يجيبوا لهم في السجل أو ينطونهم إشعار، أو إحنا بالعامية خلينا نقول ينطونهم باص بأن عن قريب راح تطلع لكم لجنة، فأنتم دزولكم فد مجموعة يقول لك أنا دزيت فد 100 هالشكل وهذولا، وإحنا مسوينهم على شكل وجبات. يعني هم ما جاي ينصفون الأرياف بالذات، وحتى بالنسبة للحالات المرضية حتى مركز الناحية
مركز الناحية كثير من الحالات اللي موجودة حالات يعني الشاب مفاجئ توقف الكليات يعني عجز كلوي أو نزف العيون وتمزق العيون الحالات الجلدية اللي ما أنزل بها الله من السلطان يعني أمراض جاي تطلع نتفاجئ بها والله العظيم ولكن ما جاي لحد الآن ما شفنا مسؤول إذا كان في صحة أو في بيئة أو في محافظة أو في مجلس محافظة أو في قيمة مقامية يطلع ويشرف أو يشاهد هذه الحالات المرضية لذا نحن أبناء منطقة المزاق قضاء الأحرار أنا شخصيا أطالب بمقابلة رئيس الوزراء حصرا لأن ما يعني تعبنا لما تطلع تريد تطالب حقوقك تتعرض للقمع تقول يابا أنا جاي أموت أبنائنا جاي تموت آبائنا جاي تموت أمهاتنا جاي تموت تعالوا عالجوا وفرونا العلاج واليوم عندنا حالات اليوم بالذات اليوم حالات سافرت الميسان على مود تأخذ الجرع أنت هسه حتى جرع هنا ما موفر لي مستشفى الكرامة يعني إشعاع ما موفر لي مركز صحي أنت مركز صحي مسوي لي بالمنطقة يعني يفتقر الحبة اللي براستول كل المنطقة الله وكيله يعني النساء ماتت عندنا هم هي نفس الأمراض هاي السرطان صارت بالأمعاء مالتها وموتها ودفناها الله وكيلك من نجم وهو يعني راحوا من عندنا كله سبب الحقول النفطية هاي وعندنا ولدنا يراجعون الناس بس ما حد يستجيب لهم يعني ماكو استجابة باسطة النفط غير هسه مو صالح بس عمي وين تروح العالم يعني شو يسوي قلت لك الناس قاعدة على بروت القاع ماكو كل شو ماكو حتى ذولا القرية هاي كانوا فلالية عندهم قيعان هم ماي ماكو هسه والله جاعدين كل شو ماكو عاد على الأقل كانوا فايدين مخضرات شغلات غيرها هسه هم ماكو ماي الماي انتهى وناس قاعدة على بروت القاع ويابوا لها هاي الحقول وهاي الحقول طبعا الدولة مستفادة من عندها تاخذ من هنا فط يقول لك حسب الرواية يقول لك يوميا 260 ألف برميل ايش قد من عندها والمواطن يموت زين هم الهوش يموت تكرم عنطارية والأغنام زين هم تموت هم يصير بها مرض تموت زين والبشر قلت لك يعني هسه احنا مصابين من منطقتنا يجوز للد قرية يسموها اللد بالأخير هاي كلها مصابة العالم من هاي من حقول النفطية بس قلت لك ماكو مسؤولي ويسأل وكذا ويحكي ويقول يا باش بيكم كذا ماكو والله يا عمي بالنسبة احنا نسولف لك على اللي يعانيه البشر اما الحلال طبعا هو بنفس اللي الجو يعيش لكن ما نعرف لغة الحيوان احنا خلنا نفتهم من لغة الانسان واللي تلاحق ان الانسان هو اعز شيء عند ربك سبحانه ما اعرف شان اما شغلة الحيوان طبعا الحيوان نفس المنطقة والبشر هم يستفاد من حليبه ومن شو اسمه يشربه ويجوز همكم مضاعفات ما ندري لأن يعني الإصابات مستمرة الإصابات لحد الآن مستمرة هذا ابني وقع بالزيارة هاي اللي انتهت والله وكيلك المدينة الطب المستشفى الكرامة ما حد شخصها نهائيا وتاليها لمسؤوليتنا ونشكر الطبيب اللي هو نقدر نقول تبنى العملية على قال عمه ما صايرة ولكن أنا راح أسويها بس على مسؤوليتكم مو باشر تطالبوني قلنا العم بس شوف نفتح بطنه بنا وشوف وتاليها يلجي لمعاه مالته منتهية وشالها شيء نهائيا وحاسة موجود الله وكلك مسنع على الشرباي الباقين أنت تعرف منطقة المزاق تتكون من 14 قرية 23 ألف نسمة خلينا نقول خمس قرى اللي هي قريبة من حقل الأحدب النفطي الأهالي ما جاي تتعوض يعني غير تلقى تعويض زين وين تروح اللي يعوف بيته والأهالي بدت يعني أعدادها تتكاثر أبو البيت يصير بيتين ويصير ثلاثة فهي مو فد شيء هين على مود هو ينتقل من مكان لمكان بالفقرة يعني فقرة 40 المادة 40 بالاتفاقية لازم أن تعوض القرى أو المناطق المحادية للحقل القريبة من الحقل الأحدب النفطي أو من الآبار النفطية
لابد أن تتعوض ماليا وأن تشيل يعني يعوضونها أو تتعوض مكان سكني ينبنى فد مجمع سكني ويعوضون الأهالي القريبة من هذا الحقل الأحدب النفطي أو الآبار، ولكن هذا الشيء ما عملوا به حقل الأحدب النفطي أو الحكومة الموجودة. أيضا احنا محاربين حتى في المياه وق هذا التسمم. اليوم لو تشوف النهر المزاق اللي هو يمد إلى المصب العام، المصب العام اللي هو هور الدلمج، يعني الأهالي اللي بدأت تنزح من الريف إلى المدينة بسبب شحة المياه، لأن هو مزارع فلاح، فهذا لا يوصل لمي والمواشي مالته بعد مترعة باحة، فهذا ممكن يشيل إلى مركز المدينة حتى يقدر يوفر قوته اليومي، لأن هو الزراعة بعد ما تخدم. لذلك اليوم احنا نشوف حتى المحطات مياه الآرو مقفلة، هسه إذا تطلع بالطريق شوفها مقفلة لأن ما جاي يجي مي شحة مياه. نطالب يفتحون يعني يشغلون مضغتين أو ثلاثة وهاي بالقوة. هذا شنو سببها؟ سببها هو يعني بدوا هاي كلها خصخصة، وهاي شغل الخصخصة هو اللي يدمر المواطن. يعني من خصخصة الكهرباء اليوم أصبح خصخصة المياه، يعني أنت تجيب متعهد بدل ما تشرف عليه دائرة المواد المائية في القضاء وفي مركز المدينة في واسط، اليوم تطيه إلى متعهد، والمتعهد هو اللي بكيفه يشغل مضخة أو مضختين، وبالتالي أصبح شحة المياه مستمرة مع على الرغم من المطالبة المستمرة والتظاهرات المستمرة. وبالتالي لحد البارحة أكو مشروع مال تعبيد الطرق للمنطقة جاي تسوف به شركة حقل الأحدب، والبارحة أغلق أحد الطرق من قبل الأهالي بنصب خيمة، وبالتالي تجي الجهات الأمنية ترفع الخيمة وتأخذ المركز شرطة الأحرار، وصار أكو بيها يعني وصل حد الشجار بين الأهالي والجهات الأمنية. واليوم بالذات أكو مقابلة مع قائد شرطة واسط الساعة بالوحدة من قبل الأهالي والمتبنين القضية اللي هم شبابنا المتظاهرين. Thank you.